استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع السيد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له بحضور سعادة السيد عادل عبد الرحمن المعودة عضو مجلس الشورى وسعادة السيد أفضال محمود سفير جمهورية باكستان لدى المملكة صباح اليوم بمكتبه بمعسكر الصخير. وفي بداية اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني بزيارة رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له لمملكة البحرين بمناسبة تلبية معاليه للدعوة الرسمية التي تلقاها من معالي رئيس مجلس الشورى، مؤكدا أن العلاقات المشتركة التي تجمع بين البحرين وباكستان الشقيقة تشهد تطورا وازدهارا على مختلف الأصعدة وبما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما. بدوره أشاد معالي السيد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تقوية العلاقات الثنائية وما يقوم به الحرس الوطني البحريني من جهود في تعزيز أفق التعاون وتبادل الخبرات مع الجيش والمؤسسات العسكرية الباكستانية التي من شأنها رفع مستوى القدرات العسكرية لدى الجانبين لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين. كما تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.